أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. في القليوبية تم افتتاح ملتقى توظيف جامعة بنها لتوفير 400 فرصة عمل، وفي الدقهلية تم طرح حق استغلال الشوارع للمزايدة العلنية لإقامة إعلانات فيها. أما في بني سويف فتم فحص وعلاج 1290 مواطن وتقديم 3800 خدمة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة، وفي المنوفية تم إدراج 8 مدارس جديدة رسمية للغات. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية من محافظات مختلفة هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. في القليوبية افتتحت جامعة بنها ملتقى التوظيف بمشاركة 30 شركة من شركات القطاع الخاص اللي بتوفر حوالي 400 فرصة عمل لخريجي الجامعة بالتنسيق مع مديرية العمل بالقليوبية، وده الربط الخريجين بسوق العمل وفي إطار سعي الجامعة لتوفير فرص عمل لخريجيها في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان. شهدت محافظة الدقهلية اجتماع للجنة العليا للإعلانات لبحث ومناقشة زيادة موارد المحافظة من خلال منظومة الإعلانات وكيفية الاستفادة منها، وتقرر طرح حق استغلال الشوارع والأماكن الهامة بالمراكز والمدن والأحياء لطرحها بالمزايدة العلنية العامة لإقامة إعلانات بها. كما استعرض الاجتماع تقارير لجان المعاينات للأماكن والمواقع المقرر طرحها لتنفيذ إعلانات بها بعدد من المراكز والمدن والأحياء. أكدت مديرية الصحة ببني سويف قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بمركز سمسطة مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات هي البطنة والأطفال والجراحة والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة والأسنان والعظام، وده ضمن إجراءات وقائية مشددة، وتم الكشف على 1290 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. أعلنت محافظة المنوفية عن إدراج 8 مدارس جديدة رسمية للغات بنطاق المحافظة كأولوية قصوى لعام 2024-2025 في ضوء التنسيق الكامل بين المحافظة والهيئة العامة للأبنية التعليمية وضمن خطة التوسع في إنشاء العديد من المدارس الرسمية للغات بما يساهم في تقليل الكثافة الطلابية والنزول بالسن واستيعاب أكبر عدد من الطلاب. نفذت مديرية الطب البيطري بالمنيا 5 قوافل بيطرية علاجية مجانية بمركز دير مواس ومركز ملاوي وأبو قرقاس ومركز العدوى ومركز المنيا ضمن فعاليات مبادرة بداية للحفاظ على صحة الإنسان وتوفير الأمن الغذائي، وقدمت القوافل خدمات بيطرية علاجية مجانية من خلال فرق التحصين شملت 3041 خدمة. أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح أنه تم فتح باب التقدم للإعارة لمدة شهرين لجميع التخصصات للذكور والإناث انطلاقاً من صباح اليوم الثلاث حتى منتصف ديسمبر المقبل، وتم إرسال شروط التقدم للإعارات لهذا العام لجميع الإدارات التعليمية. أعلنت محافظة الأقصر تشغيل وحدة طب أسرة العضيمة على مدار 24 ساعة استجابة لطلبات الأهالي، وده في إطار الاستجابة السريعة لطلبات أهالي قرية العضيمة بمركز إسنا. في الشرقية أعلن مركز مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية أنه جاري رصف الشوارع الداخلية بالأنترلوك للحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بتكلفة 8 مليون جنيه وبأطوال 21 ألف متر مسطح لإظهار مركز مدينة الحسينية بالصورة المشرفة بين المراكز الأخرى بمحافظة الشرقية والحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة.